أرجو أن يبين سماحتكم الفرق بين الصالح والمصلح وبين الفاسد والمفسد. الصالح من عباد الله، ذكر العلماء أنه الذي يقوم بحق الله وبحق عباده، هذا الصالح. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فالصالحون هم الذين يقومون بحقوق الله، أداء فرائضه وترك محارمه وأداء حق العباد، أداء الأمانة ونحصي لهم وعدم غشهم، ومن بذل السلام ورد السلام وأداء الأمانات ونحو ذلك، هذا هو الصالح. والمصلح والذي يتولى إصلاح الناس ويتولى توجيههم وإرشادهم وأمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر وأخذ على يد السفيه ونحو ذلك، هو صالح مصلح، يتقي الله في نفسه ويجتهد في إصلاح غيره، هذا صالح مصلح. والفاسد هو الذي فسد دينه بالكفر بالله أو بالمعاصي والسيئات. والمفسد هو الذي يدعو إلى الفساد، يدعو إلى الشر، يدعو إلى الزنا والفواحش، يشجع عليها، ينميها بين الناس، نسأل الله العافية.